ما لم تكن هناك ضرورة لذلك كما حدث هذه الأمسية. الكرة تقف والكرة تمر والكرة إلى الشباك. ينجح ليفانتي في خطف التعادل عن طريق البديل أنخيل في الدقيقة 62. يتعادل الفريقان وينجح الفريق المحلي أخيرا في إصابة شباك كازياس، وبالتالي تتلخبط أوراق مورينيو. بماذا يفكر مورينيو الآن؟ هل عليه أن يفكر بكاكا أم مودريتش أم موراتا؟ لابد من لاعب، لابد من تبديل. أنخيل رودريغيز البديل الناجح إذن يعدل النتيجة، وهنا الأرض ابتسمت لأصحابها. لاحظوا كيف أن الكرة، لاحظوا التمريرة هنا توقفت أمامه، توقفت عند قدمه فأخذها وصوبها في المرمى. هنا توقفت في المكان الصحيح للمهاجم الكرة، وسوء الحظ يرافق بيبي. لاحظوا الكرة ذهبت إلى المهاجم، بيبي على العارضة، سيرخو راموس على العارضة. هنا الكرة تتوقف تحت أقدام المهاجم أنخيل رودريغيز البديل، ويسجل هدف التعادل لليفانتي في الدقيقة 62. هدف